وخلال القمة أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة محاربة الإرهاب والتكاتف من أجل ذلك. بالشأن اليمني، فإننا نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. أيها الأخوة، ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتجريد، ما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفقا للإعلان جنيف رقم 1 وقرار مجلس الوزراء أجمع مجلس الأمن 2254. أيها الأخوة الحضور، من أخطر ما يواجهنا الأمة العربية التطرف والإرهاب. الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتها بكافة الوسائل. كما أن تدخلات الشؤون الخارجية في الشؤون الداخلية في الدول العربية تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ الحلول الجوار.